وبدي انتقل مباشرة أنا وياك لمداخلة عبر تقنية الزوم مع ضيفنا أستاذ ناجي حايك، نائب رئيس التيار الوطني الحر للشؤون الخارجية. صباح الخير دكتور. صباح الخير، صباح الخير، تحية لك أستاذ ظافي. صباح الخير، صباح الخير دكتور. يعني اليوم هيك من الصبح سمعنا رئيس الحكومة نجيب ميقاتي من بعد لقائه البطريرك الراعي من بكركي يقول بأنه يبدو أنه ثمة من أوعز إلى وزير الدفاع موريس سليم بتغيير موقفه، من بعد ما سمعنا أنه بعد لقاء البارحة جرى اتفاق مبدئي على استكمال هذا يعني مسار العلاقة، وبالتالي فهمنا من أنه في موافقة ضمنية على اقتراح وزير الدفاع لأسماء مثل ما هو قال كمان لتعيين رئيس أركان وأعضاء آخرين من المجلس العسكري. هل أوعزتم دكتور ناجي، هل أوعز رئيس التيار إلى وزير الدفاع موريس سليم بالتراجع عن هذا المسار؟ أول شيء أهم شغلة بالإعاز أنه يكون إعاز من داخل الحدود مش من خارج الحدود، وإذا الوزير سليم سمع لديني سمع كلام من داخل الحدود أفضل من الرئيس مئاتي وغير الرئيس مئاتي اللي بتجي إعازاتهم من خارج الحدود. أما بعد بفتكر مش أنا بحكي عن الوزير سليم، الوزير سليم طلع بيان من شوي صغيرة ووضح موقفه كتير كتير منيح أنه دولة الرئيس مئاتي لا ما صار في اتفاق معه على الأسماء، صار في مثل جلسة حوار هو وياه ومثل مصالحة وصار في اتفاق هو وياه على استكمال العمل المشترك لما فيه خير الوطن، مش معناتها أنه صار الرئيس مئاتي بده يخلي الوزير يخالف القانون ولا بده يخلي الوزير يعمل شيء خلافا للي برأيه هو الوزير. وبعدين بيقول انه اصطحبه الوزير مرتضى، ما حدا بيصطحبه، الوزير سليم هو جنرال متقاعد في الجيش اللبناني له تاريخ عسكري مشرف في خدمة الوطن، بيعرف مصلحة الوطن وبيعرف مصلحة لبنان وبيعرف مصلحة الجيش اللبناني، ومنه هون مش انت ينفذ اراندات حدا، بالعكس بيعمل ضميره. واحد اثنين، نحن نتمنى كمان على سيدنا البطرك يوقف هالحيط المبكى يلي فتح له نيه للشبيب الفوق يلي مفكرينه بيقدروا يطلعوا يعترفوا عنده، بس ما بيطلعوا مشان لا يصرحوا اوقات يصرحوا ضد رئيس الجمهوريه ولا ضد ممثلي الشارع المسيحي ويلي الوزير سليم واحد منهم. يعني عم تحمل مسؤوليه للبطريرك الراعي بهذا الموضوع؟ لا لا، حاشا اني احمل مسؤوليه للبطرك، انا بقول انه بتمنى عليه انه يطلعوا لعنده ويطلع يعترف، مش يطلع يصير يصرح من برا ويخبر كانه هو عم يوهم الناس انه سيدنا البطرك موافق على كلامه. ابدا. وقت اللي بده يطلع مئاتي المسيحيون ممثلون وعنده بالندوه البرلمانيه يعرف مين ممثلينهم، وقت اللي شغله منا عجبته بيطلع لعندهم مثل ما بيروح عند غير قيادة. نعم، بس يعني هلا هذا جدل طويل، لانه كمان انه اذا راحت الحكومه واقرت شيء لا اذا بدك يتوافق مع المزاج المسيحي العام يلي البطريركيه بتمثل جزء منه كمان بتقوم القيامه، وبالتالي اليوم انه بسلوك السياسي للرئيس ميقاتي فهو يراعي البطريركيه المارونيه التي تمثل بما تمثله اليوم بغياب رئيس الجمهوريه، وهذا شيء ما بعرف اذا يحسب له ولا عليه. وقت اللي كان رئيس الجمهورية موجود كان يحترم موقع رئاسة الجمهورية، الوزير ميقاتي كان بده ينقي بآخر حكومة اللي جرب فخامة الرئيس يشكلها بعد الانتخابات النيابية، كان أخذ صلاحيات على نفسه أنه ينقي كل الوزراء ويحط له إكس بكعب المربع للرئيس مشان يمضي. هذا شيء منه مقبول، ما يحكي عن احترام صلاحيات الرئيس، صلاحيات الرئيس ممثلة بالحكومة كاملة ومجتمعة، مش ممثل فيه هو صلاحيات رئيس الجمهورية. نعم. بده يسمح. طيب دكتور ناجي، بفهم منك انه ما في موافقة مبدئية منكم على تعيين رئيس اركان او على اقتراح وزير الدفاع بتعيين الاسماء الناقصة بالمجلس العسكري، ما في موافقة؟ لا، الجنرال سليم منه موافق انه يعمل هيك، في مخالفات للدستور، مش هيك بدها تصير.
بس الجنرال مش هو بده يمشي فيها. ايه بس الجنرال سليم قصدي يعني قراره هو قرار سياسي ينطلق من انتمائه للتيار الوطني الحر. الجنرال سليم مش منتمي للتيار الوطني الحر، وان كان للفريق هو السياسي تم تسميته من قبل فخامة رئيس الجمهورية. طيب بس رح أسألك سؤال أوضح وخلينا يعني نكون واضحين، ليش هو الوزير سليم قراره بالامتناع عن تقديم أسماء، اقتراح أسماء لتعيين رئيس أركان والمواقع الأخرى منطلق من قرار شخصي أو من قرار منسق مع رئيس التيار جبران باسيلي أستيز ناجي؟ أكيد من لحظة أكيد من قرار منسق. أكيد لو هو بده يستعمل هالصلاحية ولا بيعتبر له حق يستعمل هالصلاحية كان استعملها وطرح اسم لقائد الجيش، لأنه هو من صلاحيته يطرح تعيين قائد الجيش اللبناني. نعم طيب لا ما عمل هيك مما لأنه هو بيعتبر أنه هذه شغلة منا من صلاحيته بالوقت الحاضر بغياب رئيس الجمهورية. نعم وبالتالي مما أدى إلى مخالفة دستورية تعملها المجلس النيابي من شان يعين يمدد قائد الجيش. لما بده يعين رئيس أركان بيعين قائد الجيش. قال للرئيس مئاتي إذا بيبعث له اسم لتعيين قائد الجيش بيعين قائد الجيش هلا. طيب بعد عندي سؤال، هل زيارته امبارح على السرايا الحكومية بوساطة من وزيري الثقافة والشؤون الاجتماعية كانت أيضا بتنسيق مع رئيس التيار؟ ما عندي معلومات عن هذا الموضوع، بس الزيارات والمصالحات والتوافق هي شغلة مباركة بين كل اللبنانيين، كان بالأحرى بين وزير ورئيس حكومة طبعا. يعني هذه شغلة كثير منيحة أنه راح زاره وبعد الجفا اللي كان بيناتهم. طيب. كثير جيدة جدا ونحن بنشد عيدين بهذا الموضوع. نعم صدر القانون في الجريدة الرسمية، قانون رفع سن التقاعد للرتب عماد ولواء، هل ستقدمون طعن بالمجلس الدستوري؟ نعم سنقدم طعنا بالمجلس الدستوري. يعني 10 نواب من التيار سيتقدمون بهذا الطعن، عندكم مهلة 15 صحيح. يوم يعني بفهم منكم أي متى رح تقدموا؟ أسبوع المقبل ثلاثة؟ ما بعرف وقت اللي بيجهزوا المحامين من كتابته. إيه بس عندكم قصدي عندكم مهلة إنه ما تعتلي هم هلا ما تعتلي ما نعتليني عم بسألك. طيب ما رح تقدموا الطعن على أي أساس رح تقدموا الطعن طالما هو قانون مجلس النواب على أساس توقيع ثلثي الحكومة؟ لا أول شيء في عدة خلل يعني بالقانون. أول شيء مين بيقول إنه هيدا شيء ضروري إنه يعينوا؟ هيدا مش تشريع ضرورة بغياب رئيس الجمهورية، عندما يشغل منكب قائد الجيش ينوب عنه رئيس الأركان أو الأعلى رتبة إذا رئيس الأركان منه موجود. عرفتي كيف؟ وهلأ هيدا بيصير هلأ هون. هلأ المشكلة هلأ إذا قائد الجيش بطل يقدر يسافر إذا لأنه رئيس الأركان منه موجود مشان لينوب عنه. بيصير ينوب عنه الأعلى رتبة. هيدي وحدة. شغلة تانية إحالة الحكومة على جريدة رسمية لنشر القانون. نعم. يجب أن يحوز على توقيع جميع الوزراء لأنهم جميعا يمثلون موقع رئاسة الجمهورية. إذن صار في سببين قانونيين يعني عم بلحقك بالكلام، هو الاثنين هو هني اللي صح تستندوا لهم بالقانون. صحيح بالطعن. صحيح ونحن بنتأمل من أعضاء المجلس الدستوري أنه يبطوا بالطعن. مش أنت متخوف أنه ما يحضروا؟ ايه بيقدروا ما يحضروا، في سوابق قبل انه ما يحضروا، ما بيحضروا، ما بيكتب النصاب، بيطير القانون بمهلة شهر. بس إذا بنتذكر يا دكتور ناجي أنتم بال 2015 حضرتوا تشريع الضرورة. حضرتوا جلسات وشرعتوا. أنتم كفريق سياسي كان بوقتها كمان في غياب رئيس جمهورية. والموضوع وحتى هلا أستاذ ظفر عم بذكرني موضوع البلديات مؤخرا كمان. موضوع البلديات كان تشريع ضروره أستاذ ظفر، انت بتعرف حضرتك انه وقت اللي تسقط المجالس البلديه بيصير كل البلديات بايادي القائم مقام وما في حدا بينوب عن المختار. طب ولما تسقط المؤسسه العسكريه دكتور ناجي؟ لا ما بتسقط المؤسسه العسكريه لانه الاكبر رتبه الاعلى رتبه يستلم موقع قياده الجيش. واضح الموضوع ما بدك ما قانون الدفاع يا دكتور ناجي، قانون الدفاع لا ينص على هذا يستلم. الامر بلا ينص على هذا الامر رئيس الاركان يا دكتور ناجي، ينص على رئيس الاركان. اذا ما كان في رئيس الاركان بالماده 39 واضحه الاعلى رتبه يستلم
المسؤولية الأدنى رتبة. أستاذ زافر عم بقول لك لا. دكتور ناجي إذا بتسمح المادة 39 من قانون الدفاع بتقدر حضرتك ترجعها. المادة 39 ما بتقول أنه الأعلى رتبة يحل محل رئيس الأركان إذا رئيس الأركان مش موجود. بتنص بشكل حرفي. لا ما بتحكي عن رئيس الأركان ولا قيادة الجيش. ولا قيادة الجيش. بتحكي على أنه بتحكي عن تراتبية المؤسسة العسكرية. بتحكي على أنه الضابط الأعلى رتبة يأمر الضابط الأقل رتبة منه. وبالتالي هون عم يحكوا عن بنية المؤسسة العسكرية واللي هي مسألة بديهية، لكن لا تعطي صلاحية على الإطلاق للضابط الذي هو أعلى رتبة بالجيش أن يحل محل لا قائد الجيش ولا رئيس الأركان. بتحكي عن الستركتشر تبع المؤسسة العسكرية لا أكثر ولا أقل. طيب دكتور ناجي ظافر الستركتشر تبع المؤسسة العسكرية تقضي بأن الأعلى رتبة يعني هو يقود، هيدي بكل شيء هيك يعني. ولكن حتى لو مش مذكور رئاسة الأركان، بعرف أنا أنه مش مذكور لا قيادة الجيش تماماً لأنه ولا رئاسة الأركان بهالمادة، لأنه بس بيقول أنه الأعلى رتبة هو يقود بالمنطق. لا أبداً ما بيقول الأعلى رتبة يقود بالمنطق. بالمنطق دكتور ناجي بعد كمان وهو يعني عمل مجلس العسكري إذا هيدي صحيحة كان النص ذكر بأنه في حال شغر، لأنه مثل ما هو متوقع يشغر موقع قائد الجيش وأعطت الصلاحية لرئيس الأركان، كمان متوقع أنه يشغر موقع رئاسة الأركان، كان أعطى الصلاحية بشكل بنص واضح مثل ما أعطاها لرئيس الأركان للضابط الأعلى رتبة. لأنه أكيد المشرع واللي واضع هذا النص يعني أخذ بعين الاعتبار أنه ممكن هذا الموقع الثاني كمان اللي هو رئيس الأركان يشغر بلحظة من اللحظات. يعني المشرع مش دائما بيلحظ كل شيء استاذ نلحظه نحن يعني نلحظه نحن وياه ليك مشرع الطائف ما شاء الله عليه بدي لاحظ اموره بدي لاحظ تبيونات. دكتور ناجي بدي انتقل بس لعلاقتكم مع حزب الله. بحديث سابق لك قلت انه حزب الله ببيع وبيشتري. هذا كان كل الناس بتبيع وبتشتري. هذا كان تعليقا على كلامك او على ردة الفعل على مسألة قرار التمديد بمجلس النواب، وانتم كنتوا انتم متوقعين او منتظرين او ما بعرف شو متفقين. يعني بدي اسمع منك انه موقف اكثر وضوحا من الحزب. شو قصدك انه حزب الله ببيع وبيشتري؟ هل يعني قصدك انه الحزب باعكم موقف وباع موقف ل ايضا قيادة الجيش ومجلس النواب؟ كيف؟ رح أقول لك شو صار. مثل ما واضح يلي صار بمجلس النواب، هني بيقولوا إنه ما رح يشاركوا وقتي، وأنا قلت نهار يلي ما شاركوا وقت اللي صوتهم ما بينفع بيتضامنوا معنا، وقت اللي بيكون بحاجة لصوتهم أي فريق متفقين هني معه عشان يمروا اللي بدهم يمروا بيشاركوا، مثل ما عملوا بالحكومة. ما شاركتهم بالحكومة أمنت إحالة القانون إلى الجريدة الرسمية. نعم ايه، وبالتالي عم تقول كرمال هيك بيبيعوا وبيشتروا معكم يعني؟ ايه بيبيعوا وبيشتروا، احنا ما بنعرف مع مين عاملين ديل مشان صار الوضع هيك. طب هيدا الشيء كيف بده ينسحب على العلاقه بيناتكم دكتور ناجي؟ يعني انا صرت ملاحظه العلاقه بيناتنا على القطعه، العلاقه بيناتنا على القطعه. مش بس انت ونحن كمان ملاحظين على القطعه مع كل اللبنانيين. في اوقات يحوي نحن اتفقنا على جهاد عزعور مثلا مع القوات اللبنانية مع تقدم الاشتراكي، هيدا على القطعة، وهيك مع كل مع حزب الله كمان زي يعني شي. تحولت ما في مشكلة، نحن ما اعتبرناهم لا خنونة ولا شيء. نحن كل فريق سياسي بيعمل مصلحته. يعني تحولت علاقتكم مع حزب الله من ورقة التفاهم وتحالف استراتيجي إلى تحالف على القطعة، هيك؟ على القطعة يعني سقطت ورقة التفاهم مثل مع كل اللبنانيين. نحن أصلا بلسان الوزير باسيل أعلنا بجهارا وصراحة أنه نحن لوحدنا كتيار وطني حر نتحالف ونتعاون مع من نرى فيه مصلحة للبنان، وأكيد مصالحنا السياسية كمان. هذا شيء طبيعي مثل كل اللبنانيين بيعملوا ذات شيء.
نعم، يعني لأنه البعض اليوم بعده عم يسأل أنه ماذا ينتظر التيار الوطني الحر لإعلان هذا الأمر جهارة، طالما بالداخل في ملفات من رئاسة الجمهورية وقيادة الجيش والمشاركة بالحكومة مختلفين عليها مع حزب الله اللي هو حليفكم الأساسي، ومن ميلة تانية حتى مقاربتكم على القضية الفلسطينية مختلفين عليها. يعني إذا بالخارج وبالداخل في مقاربات مختلفة، عشو متفقين؟ أكيد في اشياء كثير متفقين عليها، يعني هلا بدي اقعد عدد لك اياه هون، بس انا عم عدد لك ثلاثة هون ذكرتهم. ايه في تباين، في تباين بوجهات النظر. طيب العداء لاسرائيل وحده منهم. طيب هل هيدا في البعض يقول ان اليوم التيار الوطني الحر اصبح وحيدا بين مزدوجين، اليوم انت عم تقلي انه صرنا عم نتحالف مع كل القوى السياسيه الباقيه على القطعه. اللي بدي أسألك اليوم، شو هي الاستراتيجية بالعام المقبل هلأ من بعد ما صاروا كل هالملفات ورانا، كيف ستديرون علاقاتكم مع القوى السياسية انطلاقا من تحول حلفكم مع حزب الله إلى حلف على القطعة؟ نحن بهمنا كثير هلأ على باب السنة الجديدة، أول شيء نضل عيننا على الجنوب، لأنه الجنوب هو بؤرة متفجرة، ومثل ما بتعرف اليوم المشتعل الجبهة إلى من الصبح. هذه شيء واحد. شغلة تانية، موضوع النزوح السوري هو موضوع كتير أساسي بالنسبة لنا، ونحن سوف نتعاون مع الجميع لنقدر نرجع السوريين على بلادهم، ونحن بنحب نتعاون كمان حتى مع الدولة السورية إذا كان هي تتعدى تفاقد كمان مشان يرجعوا شوي السوريين، ما تبعث لنا إياهم كلهم. نعم. طيب بدي أشكرك. أنا موعود وانتخاب، ويبقى انتخاب، ويبقى انتخاب رئيس جمهورية هو الأساس. يعني نحن عندنا المرشح زياد عزعوري اللي متفقين معه مع القوات اللبنانية ومع المعارضة، وهني عندهم الوزير السليمين الفرنسي. نحن عم نعرض أنه نتفق على مرشح ثالث، لأنه اثنيناتنا ما قادرين نوصل هذا الموضوع، وبفتكر وليد بيك جنبلاط وفقنا على هذا الموضوع. شفتي مثلا احنا متقاطعين ايجابا مع الوزير وليد جنبلاط بموضوع انتخاب رئيس الجمهورية، انه نتفق على مرشح ثالث لنظهر لبنان من هالمشكلة، لانه اللي جاي على المنطقة هو شيء كبير وشيء مخيف.